ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نكمل حوارنا مع عصام فايز المعلق الصوتي. قبل الفاصل عصام كنا احنا بنتكلم في قصه الموهبه ولازم يكون في امكانيات صوتيه. هو في الاساس استاذ عوني التعليق الصوتي ده هو في الاساس موهبه. وطبعا بتزود ان انت تدرس وتنمي موهبتك، لان الاصوات انواع. في صوت قرار، في صوت عادي، في صوت عميق، يعني هو بيبقى مش مجرد صوت انت بتأديه وخلاص. ازاي تدرس ازاي ان انت تتلون مع الخبر اللي انت بتقدمه، مش يبقى مجرد سرد او شيء انا بقراه سردي يعني. كمان ده حتى كمان في تمرينات الخبراء والاطباء الصحيين قالوها ان انت ازاي تحسن مستوى صوتك. يعني في تمرينات ان انت بتعملها بلسانك، لازم بالزبط. لما تعملها، لان في بعض الناس بيبقى لسانهم تقيل في حرف الضاد مثلا، او تقيل في حرف الث، ففي تمرينات ان هي لازم تبقى انت مواظب عليها علشان تأدي لك اداء او تخرج لك ملفظ بشكل صحيح. يعني فالموضوع دراسي وموضوع كبير، الموضوع مش الموضوع متشعب. الموضوع متشعب. مش مجرد ان انا ابقى معلق صوتي امسك المايك وخلاص. امسك المايك وخلاص، لا 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 خالص. لا خالص، لازم في امكانيات معينة. لازم تبقى عارف ازاي تطلع الحرف، ولازم تبقى عارف ازاي تقدم اللي حضرتك بتقراه، لان ممكن يكون في شيء خبري. ممكن يكون في شيء وطني محتاج منك حماسه انك وانت بتتكلم. ممكن يكون في شيء ديني، يعني هي درجه الصوت او الصوت نفسه لازم تتلون مع شكل الخبر، بيتوظف على حسب شكل الخبر. يعني مثلا انا لو بقدم حاجه دينيه فلازم الصوت يطلع باحساس جامد ان انا متاثر باللي بقوله. لو حاجه مثلا وطنيه يبقى لازم في قوه في الحرف، في قوه في اللفظ بتطلع. انما ما ينفعش اتكلم بلين على حاجه وطنيه، انجاز وطني مثلا. صحيح. هيبقى الاداء مش شبه الكلام اللي بيتقال. طيب على 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 مدار الوقت ده كله حضرتك خدت الخطوه اللي هي تدخل في المجال المهني نفسه، ولا لسه كانت مجرد اجتهادات في الاول؟ والله هو في الاول كانت مجرد اجتهادات، وكان في طرق انا بسعى لها. يعني انا دلوقتي عامل قناه على اليوتيوب اسمها نبض الحياه. دي الحمد لله بحاول انزل عليها مثلا الحاجات اللي انا بعملها. وفي ان شاء الله سعي ان شاء الله قريب، إن شاء الله. يعني باذن الله ان انا يعني خامة محترمة عصام وخامة مبشرة باذن الله بكل خير. يعني ربنا يخلي حضرتك يا فندم. طب ما تورينا اي حاجة كده احنا والسادة المشاهدين. سمعنا اي حاجة كده واحنا قاعدين هوا كده. مش حاضر. بسم الله. ممكن نقدم حاجة عن أردوغان وبوتين والكلام دوت يعني. طيب. بسم الله. بعد توتر متزايد، بوتين وأردوغان يتعهدان بتحسين العلاقات. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بتحسين العلاقات بينهما خلال الاتصال يوم الأحد، بعدما تفاقم التوتر بين الطرفين بسبب صفقة مصيرات أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة. وأثارت تركيا العثور في حلف شمال الأطلسي الناتو حفيظة روسيا عبر تقديم طائرات قتالية مسيرات إلى أوكرانيا، تخشى موسكو أن تستخدمها في نزاعها مع الانفصاليين في شرق البلاد. وأفاد الكرملين في بيان بشأن اتصال الرئيس أنهما أكدا رغبتهما في تعزيز الشراكة بين موسكو وأنقرة التي تصب في مصلحة الطرفين، ولخص النتائج الأساسية للتعاون الثنائي. من جهته أشار مكتب الرئيس التركي أن الرئيسين ناقشا خطوات تحسين العلاقات الثنائية، وشدد على رغبتهما في تطوير التعاون في المجالات كافة. برافو عليك. يعني هو في 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 الأخبار أو التقارير الخبرية لازم تبقى في لهجة أو طريقة أو لازم يبقى في تلوين، مستوى طبقي. لازم يبقى في تلوين في الكلام كده. أكيد شاطر في النحو بقى أو في اللغة العربية. يعني لحد ما كده يعني على قد يعني. لأن تفتح كلمة وتكسر التانية وتنصب التالتة، هو ده اللي بيشكل الكلام. قصة يعني هو كده. هو ده اللي بيلون الجملة اللي حضرتك بتقدمها يعني. يعني ممكن في حاجة برضك صغيرة كده ممكن أقولها دلوقتي برضك هتبين أكتر. ماشي اتفضل. بأجواء احتفالية مبهجة، دول العالم تستقبل العام 22 رغم مخاوف انتشار محتوى فيروس كورونا الجديد أوميكرون. أبت دول العالم إلا أن تستقبل العام الجديد 22 بأجواء احتفالية مبهجة.
وكانت نيوزيلندا أول دولة في العالم تدخل عام 22 الجديد اليوم الجمعة، حيث شهدت بعض احتفالات المحدودة. في المقابل ستكون جزيرة بكر، وهي جزيرة مرجانية جنوب هاواي، آخر المناطق في العالم التي ستودع عام 21، ويأتي رأس السنة الميلادية الجديدة بالتزامن مع مخاوف دول العالم من انتشار أوسع لمتحور إوميكرون، ونصائح الخبراء بتفادي الاحتفال وسط التجمعات الكبيرة. ومع تسجيل العدد من البلدان أعلى معدل إصابات على الإطلاق، ألغت السلطات في الكثير من الأنحاء احتفالات العام الجديد. ايه الفرق بقى؟ بيبقى يعني مثلا لو انا يعني هو ده محتوى خبري، هو شبيه جدا باللي انا قلته في الاول، بالظبط بالظبط، انما لو انا هقدم محتوى ديني هيبقى الموضوع لين، هيبقى لين، يعني ما فيهوش حديه في الكلام، ايوه ايوه ما فيهوش قفلات ايه امتطاطيه، لا هيبقى فيه يعني قفلات اللي هي بتطلع الرجاء او بتطلع الاحساس بالرجاء من الله، فده شكل وده شكل. لما قدمته دلوقتي ده شكل خبري، يعني شكل قريب حتى من اللي لسه احنا عارضينه في مقدمه الحلقه، نعم، اللي هو بيتكلم عن الانجازات بتاعت سياده الرئيس في الصعيد وكده يعني. اكيد اكيد اكيد، فهي الوان، لازم كل لون يتفق مع الشكل اللي انت عايز تقدم له المحتوى بتاعه يعني. حلو جدا. طيب احنا معانا حاجه جاهزه لعصام نعرضها. الهامليتس بتنام مشلع لبخور بين لكبل التحطيم المصري. كانت هذه غطرة ستموش دايما. قول لكبل فتيحات اش مصريت. هيتي مطيع كبل اش مصريت. No one will capitulate here in this country. وكان ذلك رد السادات عليه. Or to surrender one inch or a bit of sand. وكانت تلك الطلقات ردة فعل لشعب قد ثأر للحرية. استغلت الجنرالات الإسرائيلية نكسة 67، وظلوا يعرضون لقطات منها في وسائل الإعلام ظنا منهم بأنهم بذلك يحطمون الشجاعة والحمية المصرية للجنود، ويرفعون ثقة جنودهم الصهاينة بأنفسهم، وبأنهم جيش لا يقهر، وبأن الجندي المصري ما هو إلا راعيا ممسك بعصاه. ظلوا يعتقدون ذلك وهم لا يعلموا بأنه إذا أسر الأسد ازدادت شراسته، وكلما استثار ازداد جنونا بالانتقام. وفجأة وبدون مقدمات هرولت جولد ذمائير إلى غرفة القيادة مستدعية لكل قادة ووزراء حكومتها. جلس الجميع ينتظرون تحدثها في صمت، ولكنها عندما تحدثت ازداد صمتهم وفزعتهم، ذلك بأنها قد أخبرتهم بأن الحرب ستندلع في 6 مساءً. أحاط الصمت المميت المكان، وتسمرت شفاهتهم وأعينهم، وكأن على رؤوسهم الطير. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا التقرير المعروض لعصام. احنا شايفين في اختلاف كبير ما بين يعني مثلا اللي انا قدمته مباشر دلوقتي ده كان مثلا خبري، فمش كان لازم الحديه فيه قوي دلوقتي، انما دلوقتي انا بقدم حاجه المواطن المصري هيتحمس لما يشوفها. ف
فلازم انا لازم لهجتي تطلع بتتماشى مع الموقف اللي هو بيشوفه، مع الحماس اللي هو بيحسها. كويس قوي. واضح ان الموضوع كبير ومتشعب، وعلم علم الصوتيات ده علم يعني قوي جدا. انا بادئ من خلال القهوه، من خلال قناتنا عصام، خامه مبشره وقويه جدا، وان شاء الله يكون ليه مستقبل قوي في الفتره الجايه. انا بدعي الناس المسؤوله في ومتخصصه في المجال ده يشوفوا عصام، لانه مكسب لاي حد ممكن يتعاون معاه في الفترات الجايه ان شاء الله. ربنا يخليك. شرفتنا عصام. الله يخلي حضرتك. وان شاء الله باذن الله يكون لنا لقاءات تانية جديده وكثيره باذن الله في المستقبل. كل سنه وحضرتك بخير. وحضرتك بخير ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع تاني عشان نناقش قضيه مهمه جدا، وهي قضيه المناهج التعليميه، وازاي منهج رابعه ابتدائي والثانويه العامه والناس متلخبطه والاسر مش عارفه والناس اللي ماشي يمين واللي ماشي شمال. فده اللي هنناقشه في الفقره الثانيه ان شاء الله من خلال ضيفنا وضيفكم الاستاذ احمد محمود الخبير التعليمي. استنونا.